السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين على قنوات اليوتيوب. وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد امتحانات الثانوية العامة هذا العام إن شاء الله. اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 يونيو هيكون امتحانات الدور الأول لطلبة الثانوية العامة، أما امتحانات الدور الثاني تعقد اعتبارا من اليوم السبت الموافق 24 أغسطس. بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب، ولو في اي استفسارات حابين تسألوا او تستفسروا عنها سيبوها لنا في اسفل كومنتات اسفل الفيديو، وان شاء الله هنرد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.